السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عزيزاتي الكريمات، أعزائي الكرام، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو كيخص الأسر ديال التلاميذ والتلميذات اللي كيدرسوا في المدرسة العمومية المسجلين في برنامج تيسير، اللي كنعرفوا بأنه هذا البرنامج تيسير كيقدم واحد المساعدات للأسر ديال التلميذات والتلاميذ ديال المدرسة العمومية باش يقريو ولادهم في أحسن الظروف. إذا اليوم جيت لكم بخبر مفرح، اللي هو أن الوزارة لاحت واحد المذكرة كتخص انطلاق عملية التحويل المالي الثاني في إطار برنامج تيسير. إذا جميع الأسر اللي مستفدة من هذا البرنامج شدات التحويل المالي الأول، دابا التحويل المالي الثاني دائما في إطار برنامج تيسير. إذا بقوا معايا باش نعرفوا الحيثيات ديال هذا الموضوع. إذا المذكرة هي هذه، مذكرة في شأن إطلاق عملية التحويل المالي الثاني في إطار برنامج تيسير للموسم الدراسي 2020-2021. شحال من واحد فيكم غادي يشوف الموسم الدراسي 2020-2021 غادي يقول لي كيفاش حنايا دابا داخلين في الموسم الدراسي 2021-2022؟ إيه، هذا برنامج تيسير كيهم التحويل المالي ديال الموسم اللي فات، حيت التحويل المالي الثاني ديال الموسم 2020-2021 باقي الأسر ما شدوش، شدو غير التحويل المالي الأول. إذا هاد المذكرة كتخص إطلاق عملية التحويل المالي الثاني في إطار برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2020-2021. صافي، احنا غادي نعرفوا هاد المذكرة شنو فيها بالتفصيل. إذا هاد المذكرة موجهة إلى السيدة والسادة مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. إذا الوزارة رسلت إلى المديرين الأكاديميين ديال الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في هذا الموضوع باش تقول لهم بأنه خصهم يسرعوا عملية التحويل المالي الثاني ديال برنامج تيسير. إذا نقراو هذه المذكرة وبعد. ففي إطار تنفيذ مخطط التحويلات المالية المشروطة لبرنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2020-2021، وبعد توصل هذه الوزارة بالاعتمادات المالية من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. إذا كما كنعرفوا بأن التحويل المالي اولا كينطلق من وزاره الماليه، كيمشي لوزاره التربيه الوطنيه، وزاره التربيه الوطنيه كتوزعوا على الاكاديميات الجهويه، وداك الاكاديميات الجهويه كتوزعوا على المديريات الاقليميه، وداك المديريات الاقليميه كيوزعوه على المؤسسات، يعني كيوزعوه على الاسر المستفيده من برنامج تيسير. وبناء على الاجتماعات التنسيقيه التي تمت في هذا الصدد مع مسؤولين من مؤسسه بريد بنك التي تشرف على تنفيذ التحويلات الماليه للبرنامج، يشرفني ان اخبركم أن الوزارة ستقوم بإطلاق عملية التحويل المالي الثاني لبرنامج تيسير ابتداء من 5 أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر 2021. إذا هذا التحويل المالي ديال الأسر اللي خصنا نعرفوا بأنه غادي يكون إن شاء الله من 5 في شهر 10 إلى 5 في شهر 11 دائما من عام 2021، وهذا دائما تحويل مالي ديال الموسم الدراسي السابق. صافي، علما أن هذا التحويل المالي يخص المرحلة الثانية للتحويلات المالية التي تشمل الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2021. مزيان، إذا كما قلت لكم بأنه التحويل المالي كيخص السنة السابقة، وبالضبط ذاك المرحلة اللي كتمتد من يناير شهر 1 لشهر مارس اللي هو شهر 3 ديال 2021 ديال الموسم السابق. إذا اللي خصكم تشدوا في بالكم، كنتكلم مع الأسر المستفيدة، يعني هذه الفلوس ان شاء الله غادي تشدوها من 5 في شهر 10 ل5 في شهر 11. كل اسره او كل رب اسره او كل ولي امر ديال واحد التلميذ غادي يشدها في موعد معين، غادي تحدو المديريه الاقليميه بتنسيق مع المؤسسه اللي كيقرا فيها ولدك او لا بنتك. اذا تتم ديال هذه المذكره. اذا ومن اجل ضمان ظروف مواتيه لتنفيذ هذا التحويل المالي على مستوى الوكالات البريديه تابعة لمؤسسة بريد بنك. إذا حنا كنعرفوا بأن هاد تيسير أو هاد برنامج تيسير عنده واحد التعاقد مع الوكالة البريدية التابعة لمؤسسة بريد بنك. صافي، إذا بريد بنك هي اللي كتكلف بتوزيع هاد المساهمات. وتجاوز الإكراهات والصعوبات التي يتم رصدها في الميدان خلال استخلاص المنح من طرف الأسر المستفيدة، والعمل على احترام الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة في السياق الحالي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، فإني أدعوكم إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير التنظيمية التالية قبل الانطلاق الفعلي لتحويل المال. إذا الوزير كيطلب من مدراء الأكاديميات بأنهم يديروا هذه الإجراءات قبل ما يبداو يوزعوا هذه المساهمات. إذا أولا التنسيق مع السيدات والسادة المديرين الإقليميين من أجل إخبار وتعبئة السلطات المحلية لتيسيري ومواكبة هذه العملية على الصعيد المحلي.
اذا كيقولنا المديرين ديال الاكاديميه بانهم ينسقوا مع المديرين ديال الاقاليم، يعني المديرين الاقليميين، باش تكون واحد التابئه واحد الاخبار ديال السلطات المحليه باش يمر هذا التوزيع في احسن الظروف. ثانيا، حتى السيدات والساده المنسقين الاقليميين للبرنامج من اجل التنسيق مع المسؤولين الاقليميين لمؤسسه باري بانك لاعداد برمجه زمنيه لتنفيذ هذا التحويل المالي خلال الفتره المخصصه لهذه العمليه، تاخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والاكراهات المجاليه مع تحديد نوعيه الشباك لتنفيذ التحويل المالي حسب كل مؤسسه تعليميه، شباك ثابت او لا متنقل، وكذا استثمار امثل للوحدات المتنقله التابعه لمؤسسه باريت بانك خاصه لتغطيه المناطق النائيه. مزيان، اذا هذه النقطه مهم بانه كيقولوا يعني خص واحد التنسيق ما بين المنسقين الاقليميين، يعني كل مديريه اقليميه كيكون عندها منسقين ديال برنامج التيسير، هاد المنسقين خصهم ينسقوا مع المسؤولين ديال مؤسسه باريت بانك باش يحدوا هاد البرمجه الزمنيه فوقاش غادي يوزعوا هاد التحويلات الماليه، وكذلك واش غادي يكون عبر شباك الثابت ولا عبر شباك متنقل ولا عبر الوحدات المتنقله بالنسبه للمناطق النائيه اللي ما فيهمش لا بوستة ولا شباك الكتروني. مفهوم؟ مزيان. النقطة الثالثة، العمل على تقاسم البرمجة الزمنية المصادق عليها من طرف الشريكين مع السيدات والسادة مديري المؤسسة التعليمية المعنية بالبرنامج. إذا النقطة الثالثة مهمة جدا، بأنه ذيك التنسيق اللي غادي يكون مع المنسقين ديال البرنامج تيسير والمسؤولين ديال مؤسسة باريت بانك، خص المديرية تنسق مع المدراء ديال المؤسسات التعليمية، مثلا المؤسسة معينة في بلاصة معينة خص يوصلها ذاك الجدول الزمنية باش تخبر الأولياء الأمور ديال التلاميذ باش يجيو في الوقت المناسب باش يشدوا هذه التحويلات المالية. إخبار الأسر المستفيدة من التحويل المالي من طرف رؤساء المؤسسة التعليمية بالجدول الزمنية لتنفيذ هذا التحويل وتسليمهم لوصل استخلاص المنحة وفق النموذج المعتمد. إذن كنخبروا الأسر المستفيدة باش يشدوا التحويل المالي في أقرب وقت وفي الوقت المناسب، وهذا الشيء كيكون مصحوب بتسلم واحد الوصل صافي، والذي يحدد اليوم المخصص للأداء حسب كل مؤسسة تعليمية وفق البرمجة المتوافق عليها بين الشريكين، والذي يتعين على الأسرة تقديمه على مستوى الوكالة البلدية لاستلام المنحة. مزيان، دابا الولي ديال التلميذ كيفاش غادي يستفد من هذه المنحة؟ إذن أول حاجة، المدير ديال المؤسسة غادي يعيط لهذا الولي الأمر، غادي يخبره بأنه غادي يستفد من التحويل المالي، غادي يمشي عنده، غادي يعطيه واحد الوصل، يعني واحد الورقة فيها المعلومات الشخصية ديال التلميذ وكذلك الموعد ديالو فوقاش غادي يشد هذا التحويل المالي، وبداك الورقه غادي يمشي للبوسطه وغادي يعطيها داك الموظفين وعن طريقها غادي يشد داك الفلوس صافي. اذا النقطه الاخيره، السهر على احترام الاجراءات الاحترازيه المعتمده. اذا هذه باينه، يعني خاص هاد التحويلات الماليه تمر في ظروف صحيه، يعني يكون ارتداء الكمامات وكذلك التباعد الى غير ذلك في اطار محاربه او للحد من انتشار وباء كوفيد 19. وفي الأخير، فإني أهيب بكم العمل على التنسيق مع السلطات المحلية وكذا توفير الظروف اللوجستية اللازمة للفرق الإقليمية من أجل تتبع تنفيذ التحويل المالي وضمان ظروف مواتية لإنجازه داخل الأجل المحددة لهذه العملية والسنة. إذا هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو في هذه المذكرة، كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. زيدوا دعموا قناتي تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.